السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة لجميع متابعينا الكرام لكل من التحق بنا مؤخرا. إذن متابعينا الكرام، بما أن عصابة شنقريحة وعبد المجيد حشاكم يتابعون القنوات يعني المغربية على يوتيوب وتصيبهم بالسعار، احنا غادي نقدموا اليوم واحد معطى آخر حول الأموال التي صرفوها على خردة الأسلحة التي اشتروها من روسيا. وبما أن روسيا تبيعهم نسخة مقلدة أو نسخة يعني مخفضة من ناحية الأداء، والنسخة الأصلية تبقى عند الجيش الروسي، فالكارثة وتتم لما قلنا في فيديو سابق على أنه يعني كان هناك فشل كبير للأسلحة الروسية من ناحية الهجوم، حيث يعني لم يستطيعوا تحية سلاح الجو الأوكراني ولا منظومة الدفاعية الأوكرانية، مع العلم أنه وصلوا لي العاصمة كييف، ولكن حتى مع وصولهم ما زالت هناك مقاومة شرسة من يعني الجيش الأوكراني. لكن هناك حادثة وقعت يوم أمس متابعينا الكرام، والصور معروضة أمامكم في وقت مبكر من مساء اليوم. نجح الجيش الأوكراني في استهداف قاعدة جوية روسية على الأراضي الروسية، هي قاعدة روستوف الجوية، واستطاعوا أن يحققوا خسائر كبيرة في هذه القاعدة، من بينها يعني مقاتلات روسية كانت مرابطة في هذه القاعدة وأحرقت أو دمرت كما ترون في الصورة أمامكم، هذه الصور التي تم نشرها لاحقا من مساء اليوم. هنا متابعينا الكرام، الفضيحة وهو أن هذه القاعدة كانت محمية بمنظومة الدفاع الجوي الروسية S-400 وأيضا S-300، يعني محمية من S-400 و S-300، وأيضا حتى المنظومات قصيرة ومتوسطة المدى مثل البانتسير أو البوك. مع ذلك فشلت جميع هذه المنظومات من صد هذا الهجوم الأوكراني الذي على ما يبدو كان هجوم مباغت، يعني لم يتوقعوه، ومع ذلك فشلت هذه المنظومات الدفاعية في صد هذا الهجوم. أنا ما يضحكني في الموضوع وهو حينما أناقش أحد الفقاقير أحد الكراغلة كيخرجوا كيقول لك عندنا S-400، عندنا S-300، مع العلم أن يعني جيش ديال الفقاقير ما عندوش S-400، عنده S-300 بنسخ قديمة، ومع ذلك حينما نناقش هذه العقلية الكرغولية كيخرج لك بS-400 S-500 S ما نعرف شنو. هي روسيا ب يعني النسخ الأصلية ديال الأسلحة اللي عندها S-400 S-300 في قاعدة واحدة، وما قدروش يصدوا هجوم أوكراني. والفضيحة هنا وهو أن هناك روايتين، كاين الرواية اللي كتقول على أن هذا الهجوم تم استخدامه فيه صاروخ باليستي أوكراني، والرواية الثانية والتي إن تحققت فهي كارثة بكل المقاييس. الرواية الثانية تقول على أن الأوكرانيين استخدموا طائرات بدون طيار في الهجوم على هذه القاعدة، بمعنى آخر إن كانت طائرات بدون طيار قد تسللت إلى قاعدة جوية روسية فيها S-300 فيها S-400 فيها البانتسير فيها البوك فيها ما عرفت شنو، وقامت بتدمير مقاتلات في المدرج وإلحاق قاعدة جوية روسية بهذه الخسائر، فهي كارثة بكل المقاييس. شفنا كيفاش أن في الحرب ديال أذربيجان وأرمينيا بعد خسارة أرمينيا الحرب خرجوا كيشاكيو من الأسلحة الروسية، شفنا الفشل ديال الأسلحة الروسية في مجموعة من المحطات في ليبيا في سوريا ما إلى ذلك، ولكن الجيش الروسي بنسخ يعني الأسلحة ديالو الأصلية وتوقع فيه هذه الكارثة، راهي مصيبة مصيبة بكل المقاييس. وعلى ما أظن يعني لولا أن الجيش الأوكراني جيش صغير وما قادرش على أنه يستوعب هذا الحجم ديال الهجوم، لكان قد يعني هزم الجيش الروسي والأسلحة ديالو اللي جمعه، ولكن مع ذلك فقد أبدوا مقاومة شديدة يعني الأوكرانيين في هذه الحرب، والآن هم في معارك العاصمة، والعاصمة قد تسقط في أي لحظة، ولكن مع ذلك هم ما زالوا يقاومون هذا الهجوم الروسي. متابعينا الكرام، S-400 S-300 هذا اللي يجي يقول لك الآن من الفقاقير من الكراغلة جي دوي على S-400، خصو اللي صرفقوا بكل بساطة، خصو اللي صرفقوا، لأن هذه المنظومات أثبتت فشلها في جميع يعني التجارب الميدانية العسكرية الحربية على أرض
الواقع. اما الكلام الشفوي خلينا للشنقريحه، وخلينا لعصابات الكبرانات اللي كيخرجوا يتصوروا في المناورات الوهميه ولو مناورات ديال الهجره مع الرمله ويتيروا على الرمله، وتلك يعني الاستعراضات البهلوانيه. متابعينا الكرام، اراكم في فيديو قادم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.